في عندنا ديب تو بلاك وديب تو وايت، وفي عندي هنا فيلم ديزولف. طيب فيلم ديزولف ده بيبقى بالظبط هي فاصله ولكن بتبقى بطيئه شويه، هي بلاك بتبقى فاصله بطيئه شويه زي فكره الافلام او الدراما او الحاجات دي كلها. تمام. في حاجات زي هنا لو انت قاطع في فيديو، ففي حاجه اسمها مارف كات. دي مثلا لو انت عندك فيديو وانت قاطعه ومحتاج ان انت توصله ببعض بحيث ان هو يدي افكت سريع انه لحم الفيديوين لبعض، وده ليه مقاييس، يعني ما ينفعش اعمل ده مع ده بيبقى شكله مختلف، لازم فيه تظبيطات. وده ان شاء الله باذن الله قدام قوي ممكن باذن الله واحنا بنشتغل نعرف نشتغل على اللي هو مارف. طيب في اللي هو النون اديتيف، اللي هو ما فيش نون، لكن هو بيعمل لك فاصل لكن ما بيديلكش التداخل بتاع الاديتيف بتاعنا، لكن بيعمله سريع جدا وبيبقى ملحوظ، وان شاء الله ده كله هنشوفه دلوقتي. دلوقتي احنا هنجرب ان شاء الله على الاديتيف ديسولف، وهنعمل كده ونيجي نحطه. بنحطه طبعا زي ما اتفقنا مع بعض على الفيديو، مش بنحطه على الاوديو لان احنا شغالين على الفيديو. تمام. احنا لما نحطه كده، وتعالى نمسك المسطره بتاعتنا، شايفين ده بيبقى اسمه التداخل او الاديتيف، وده بيستعمل لما بنيجي بننقل من مرحله لمرحله، او لو في عندنا حاجه عايزين نداريها، او لو عايزين ننقل نقله مريحه، وده بيستعمل في الكليبات والحاجات دي اكتر من هو يستعمل في فيلم او كده، الا لو كان المخرج عايز يورينا حاله معينه وبنستعمله، وده تقريبا متدرج وبنستعمله على طول. تعالوا نشوف بعد كده حاجه اسمها الكروس ديسولف، هنحطه برضو ونشوفه مع بعض كده. عمل الكروس ديسولف بس لكن هو على نفس السايد، فبيجي بدخله تانية، وده الشكل بتاعه. في عندنا الوايت نفس الفكره بس مش هيبقى اسود، وده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وده بيستعمل في النقلات اللي هي بتبقى الصبحيه، بيبقى شكلها احسن والطف في النقلة، وهي زي ما احنا شايفين كده هتلاقي ان بقى لونه ابيض بيفيد او بيعمل فيد للصورة بلون ابيض. لو احنا حابين نعرف شغلنا من الهيستوري، وده مهم جدا لازم تركزوا، لان الحاجات دي بتتقال وسط الكورس اللي احنا بنديه او وسط التدريب اللي احنا بنديه، في حاجات معينة لازم تبقى مركز فيها. زي دلوقتي ما هنتكلم مع بعض، يعني انا دلوقتي عايز ارجع غلطنا في خطوه، عندنا حاجه اسمها الهيستوري، والهيستوري ده بنعرف منه الشغل المستقبلي بتاعنا. اهو الهيستوري ده احنا عملنا ايه، تعالوا نشوف كده ايه بشكل واضح والطف. ده الشغل اللي احنا اشتغلناه من اول ما بدانا الكليب لحد اخر حاجه للكليب، هو ده. ده لو انا مثلا حبيت ارجع لخطوه انا عملتها من يومين وكنت مسيف، اروح جايبها من الهيستوري ترجع لي نفس الخطوه من جديد.